قدم مساء اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو العزاء إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد صالح مطبق الذي وافته المنية يوم أمس، وقد شغل المرحوم عدة مناصب في الدولة للمرة الثانية على الحبيب حامد. بقلب يملأ الحزن والأسى تلقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خبر وفاة المغفور له محمد صالح أحمد طبيك والذي وافته المنية يوم أمس بالعاصمة أنجمينا إثر مرض طويل لازمه عدة سنوات. وفي منزل المغفور له الكائن بحي أم تكون الواقع بالدائرة السابعة، قدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العزاء إلى أسرة المغفور له وقرأ الفاتحة على روحه وسأل الله للمغفرة والجنة ولأهله وأسرته الصبر والسلوان. محمد صالح أحمد طبيك كان رفيقا مثاليا في النضال لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث كان أول أمينا عاما للحركة الوطنية للإنقاذ ومن الذين أسسوا علاقات دبلوماسية قوية للحركة الوطنية للإنقاذ مع الأحزاب السياسية الأخرى. وشغل عدة مناصب منذ زمن طويل، كان وزيرا للخارجية ووزيرا للمالية ووزيرا للزراعة في بداية السبعينات، وتولى المغفور له أيضا قيادة ثلاث وزارات حيوية منها الأشغال العامة والنقل ووزارتي السكن والتمدن وتقسيم الأراضي. كل هذه المناصب تولاها المغفور له ما بين 2000 وحتى 2002. وشغل مناصب عدة بالدولة في بداية السبعينات، حيث كان محافظا ونائب محافظ وأمينا عاما لعدد من الأقاليم التشادية آنذاك. ولد في 15 من أبريل عام 1946 بمدينة أم حجر إقليم البطحة. درس الابتدائية فيها، أما المراحل المتقدمة من دراسته فكانت بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وتخرج منها في العام 1966 آنذاك. وواصل دراسته العليا في فرنسا حتى عام 1974-76، وتخرج من المعهد العالي الفرنسي للإدارة والقضاء حتى عام 1978، حيث شغل أول منصب يزاري في وزارة الاقتصاد آنذاك. إن وفاة المغفور له محمد صالح أحمد طبيك لم تكن خسارة لأهله ولزوجه، بل كانت خسارة لرفقاء النضال الذين حلموا بتشاد الغد وتشاد القانون، وأولهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وكل الذين أسسوا الحركة الوطنية للإنقاذ ولمختلف مناضل الحركة الوطنية للإنقاذ في أرجاء العالم. إنا لله وإنا إليه راجعون.